عندما زار تونس المناضل الكبير اسماعيل هنيه والمناضل الكبير خالد المشعل باش ما نزيدوا على حتى جهه، هذوما قيادات المقاومه الاسلاميه قالوا ما نصحوش باش يكون التنصيص على التطبيع في الدستور. موضوع التطبيع احنا كنا ضد ادراجه في الدستور وكنا ضد تمرير القانون خاطر نعتبره وانا يظن لي انت مثقف راك معناها كبير وتفهمني في هذه.